صباح الخير يا جماعه. انا علي عثمان بابليك ريليشن تشيف بيرسون من EPSF ERU. كل ما ادخل على الفيسبوك الاقي 23 حاله وفاه في اسيوط، 10 حالات وفاه في الاقصر، 5 حالات وفاه في الوادي الجديد. ايه ده؟ وبرده التلفزيون عليه نفس الكلام، تلاقي حالات وفاه بالمهول نتيجه ارتفاع درجه الحراره وموجه الحر. فتعالوا بينا نشوف هل فعلا ارتفاع درجه الحراره يقدر يموت ولا لا. تعالوا بينا. انت لو مثلا الواحد عندها الضغط او كده والشمس حامل صحيح، ممكن تتعبها تموت. ضرب الشمس شيء طبيعي انها ممكن تؤدي لوفاة الانسان، لانها ممكن ترفع ضغطه وممكن تؤدي لرفعان الضغط، ممكن تؤدي لوفاة، ده امر طبيعي. بص انا هقول لك على حاجه، بالنسبه لضربه الشمس هي بتوقف على مدى القدره بتاعتك انك تتحمل فيها الشمس والفتره اللي انت بتعرف فيها. ده انا وجهه نظري ان ضربه الشمس ممكن تاثر على العقل او على الموت، فبتوقفها على الطبيعه بتاعت عقل البنات، طبيعه التحمل نفسها. تمام، زي ما شفنا ان الحراره في اختلاف ان الحراره بتموت ولا لا. طيب تعالوا بينا نعرف ايه هي ضربه الشمس. هي ضربه الشمس المفهوم العلمي الصح بتاعها هو ضربه الحر او الهيت ستروك. طيب اللي بيحصل ان الانسان بيكون موجود في مكان درجه حرارته عاليه، فبيحصل ان في حاجه في الجسم اسمها هيت ريجوليتوري سنتر، ده بيبدا ينظم درجه حراره الجسم عن طريق ان هو يزود افراز العرق عشان يحصل الجسم ترطيب كده. فاللي بيحصل ان الانسان بدنه موجود في درجه الحراره عاليه لحد ما يجي له حاجه اسمها اجهاد حراري، وبعد كده يبدا يدخل في الهيت ستروك لو ما لحقناهوش في مرحله الاجهاد الحراري. مرحله الهيت ستروك ان الجسم بدا الترموستات بتاعه اللي هو الهيت ريجوليتوري سنتر ده يبدا يحصل فيه ديفيشنسي، يبدا يظبط درجه حراره الجسم على ان هي تكون عاليه على الوضع اللي هي عليه، فيبدا الجسم ما يفرزش العرق عشان خاطر يرطب الجسم تاني. طيب عايزين نعرف ايه هي الاسباب اللي ممكن تؤدي للهيت ستروك، او مين الناس اللي ممكن يحصل لهم هيت ستروك. طيب في البدايه الاسباب، المكان الانسان يكون موجود في مكان سيء التهويه، انه يكون موجود في مكان درجه حرارته عاليه زي الافران زي المصانع، السمنه، الناس اللي بتاخد ادويه تقلل العرق، الناس اللي سنها بيكون كبير فوق يعني المعديين 50 و60 سنه، اللي بيحصل الاعراض اللي ممكن نشوفها على الناس دي ان بعد ما جسم الانسان بيوصل درجه حرارته ل 40 بيقف العرق، فبيحصل بقى هبوط في الدوره الدمويه، يحصل له هايبوتنشن، يحصل له ديزنس دوخه، يحصل له نوزيا او فوميتنج، يبدا الانسان يرجع، بيحصل طبعا فيفر، بيحصل ان بيحصل اكسس فاتيج، بيحصل له هيدك صداع. طيب لو الانسان قدامنا ولقينا عليه الاعراض دي احنا نقدر نعمل له ايه؟ طيب ممكن ناخده الاول حاجه نكلم الميديكال كير عشان لازم يكون موجودين معانا. طيب هناخده الاول في مكان جيد التهويه، نبدا نشيل عليه الهدوم بتاعته، نحط عليه كمادات ميه ساقعه او ندلو عليه ميه ساقعه ونشربه سوائل كتير عشان يحصل له ديهايدريشن جفاف. بعد كده لحد ما يجي الميديكال كير عشان ياخده ويوديه للمستشفى، لان هو لا قدر الله لو ما اتنقلش المستشفى وهو وفضلت درجه حرارته عاليه ممكن يحصل ان الانسان ده يبقى unconscious ويدخل في كوما. الكوما دي ممكن تليد تو ديث، يموت لا قدر الله، او ان هو لو فاق منها هيفوق، عنده باراليسيس شلل نتيجه ان حصل تدمير في مراكز في المخ والخلايا في مراكز في المخ ادى لان هو جاله شلل. بكده نكون جاوبنا على السؤال ان هل الهيت كان كيلز ولا لا. كان كيل في حاله لو عدت الهيت اكزوستشن او الاجهاد الحراري ووصلت للهيت ستروك من غير ما نلحق المريض. يعني أبشر مكة 23 ونقصر مكة 10 و23 حالة، الله يرحمها في الفتح والغامقة برضه عادي السيستم. نرجو أن نكون إيه؟
لا اله الا الله ما تنفع حياه مرضى وعلاج باينه ايه ده زي ما شفنا قبل كده في الريب ممكن لو فاق منها يبقى يحصل له انفجار في المخ لو ما حصلوش انفجار في المخ عشان ربنا يزعل يحصل له باراليسيس كان معكم سيد كنكه بر الجمعيه ومع تحيات استاذ محسن عدسه الميديا